فلقد بقي إيماني بضرورتها كإيماني بطب الجراحة، يقطع لينظف ويبتر لينقذ. خامسا، إننا استطعنا أن نقوم بجهد سياسي واسع على جبهات عريضة، جبهات عربية وجبهات دولية، وتنوعت جهودنا وتعددت على هذه الجبهات بالاتصال المباشر مع الأصدقاء في الدول الاشتراكية وفي مقدمتها الاتحاد السوفيتي الذي أكدت لنا ظروف النكسة صداقته المخلصة وتعاونه الصادق ووقوفه الصلب في جبهة الثورة العالمية المعادية للاستعمار، وكذلك مع الدول غير المنحازة ومع الدول الأسيوية والإفريقية ومع الدول الإسلامية ومع كل الشعوب الراغبة في سلام قائم على العدل، ومع كل الساسة العالميين الذين يستطيع بعد نظرهم أن يتجاوز نكسة عارضة في تاريخ أمة كان لها دورها العظيم في التاريخ وسوف يكون لها الدور العظيم في مصير الإنسانية. إن هذه التحولات كلها قادها ودعمها إحساس عميق بالواجب لدى كثيرين من رجالنا في كل مجالات المسؤولية في القوات المسلحة ومن خبراء الاقتصاد والعاملين في وحدات الإنتاج ومن الملتزمين بأهداف النضال الشعبي والقادرين على خدمتها ومن المشتغلين بالسياسة والفكر والدبلوماسية. كل هؤلاء ساهموا في قيادة ودعم هذه التحولات التي تقارب المعجزة والتي نستطيع بعدها أن نقول اليوم الآن يصبح في إمكاننا أن نتطلع إلى المستقبل. أيها الإخوة المواطنون، والآن ونحن نتطلع إلى المستقبل، فإن اعتقادي الأكيد أن خير ما نستطيع أن نتسلح به لمواجهة مسؤولياتنا المقبلة هو أن يكون في يدنا برنامج عمل محدد ندرسه معا ونقره معا وتتفق عليه إرادتنا جميعا، برنامج عمل يكفل وصولنا إلى الأهداف القريبة لنضالنا ويقرب منا يوم الوصول إلى الأهداف البعيدة لهذا النضال، برنامج عمل لا تختلف فيه الاجتهادات ولا تتصارع الآراء ولا تتصادم القوى، برنامج عمل نمسك به في أيدينا وبعد أن يتحقق لقاء فكرنا عليه ثم نمضي على طريق الكفاح الطويل وفي يدنا خريطة للأفق الفسيح أمامنا وخطة عمل لتقدمنا على هذا الأفق، برنامج للتغيير يستجيب للآمال العريضة التي حركت جماهير شعبنا إلى وقفتها الخالدة يومي 19 يونيو، وهي الوقفة التي سأظل دائما وإلى آخر لحظة في العمر مؤمنا بأنها كانت بعثا للثورة وتجديدا لشبابها وإلهاما لا يخيب وضوءا لا يخبو أمام طريق المستقبل. ولقد بدأت التغيير كما تعرفون بإعادة تشكيل الوزارة، والذي يعنيني في تشكيل الوزارة الجديدة أنه جاء إلى مواقع الحكم بصفوة من شباب هذا الوطن لا يدين أحد منهم بمنصبه لأي اعتبار سوى اعتبار علمه وتجربته في العمل السياسي، وهم على أي حال
يمثلون جيلا جديدا يتقدم نحو قمة المسؤولية. وإلى جانب ذلك فهناك تغييرات أخرى قادمة في قيادات الإنتاج وفي السلك الدبلوماسي وفي المحافظين وفي رؤساء المدن. إن الكثيرين ممن يشغلون هذه المناصب أدوا مسؤولياتهم بجدارة واستحقاق، ولكن بعضهم لم يكن على مستوى المسؤولية سياسيا وتنفيذيا، ومن الضروري عليهم وعلينا إفساح المجال للأقدر والأجدر. لكن التغيير يبقى بعد ذلك أكبر من أن يكون مسألة أشخاص، وإنما التغيير الذي نريده يجب أن يكون أكثر بعدا وأكثر عمقا من مجرد استبدال شخص بشخص. إن التغيير المطلوب لا بد له أن يكون تغييرا في الظروف وفي المناخ، وإلا فإن أي أشخاص جدد في نفس الظروف وفي نفس المناخ سوف يسيرون في نفس الطريق الذي سبق إليه غيرهم. إن التغيير المطلوب يجب أن يكون فكرا أوضح وحشدا أقوى وتخطيطا أدق، وبذلك يكون للتصميم معنى، وتكون للإرادة الشعبية مقدرة اجتياح كل العوائق والسدود نافذة وواصلة إلى هدفها. أيها الإخوة المواطنون، إن المسؤولية التاريخية للأيام العصيبة والمجيدة التي نعيش فيها ونعيش لها تطرح بنفسها علينا برنامج عمل له جانبين. الجانب الأول حشد كل قوانا العسكرية والاقتصادية والفكرية على خطوطنا مع العدو لتحرير الأرض وتحقيق النصر. والجانب الثاني تعبئة كل جماهيرنا بما لها من إمكانيات وطاقات كامنة من أجل واجبات التحرير والنصر، ومن أجل آمال ما بعد التحرير والنصر. أيها الإخوة المواطنون، سوف أبدأ بالجانب الأول من برنامج عملنا المقترح وهو الحشد، وإني لأرجو أن يكون اتفاقنا كاملا على أنه ليس هناك الآن ولا ينبغي أن يكون هناك الآن صوت أعلى من صوت المعركة ولا نداء أقدس من ندائها. إن أي تفكير أو حساب لا يضع المعركة وضروراتها أولا وقبل كل شيء لا يستحق أن يكون تفكيرا ولا تزيد نتيجته عن الصفر. إن المعركة لها الأولوية على كل ما عداها وفي سبيلها وعلى طريق تحقيق النصر فيها يهون كل شيء ويرخص كل بذل مالا كان أو جهدا أو دما، ومهما كان السبيل الذي نسلكه إلى تحرير الأرض وتحقيق النصر فإنه يصبح سبيلا مسدودا بغير استعداد للمعركة، سواء قبلنا بطريق العمل السياسي وسرنا فيه إلى مداه فإن نتيجته مرهونة باستعدادنا للمعركة، وسواء يئسنا من العمل السياسي وتركناه وواجهنا أقدارنا في ميدان القتال فإن النتيجة معلقة على استعدادنا للمعركة. ولقد أبدينا استعدادنا ولا نزال للعمل السياسي عن طريق الأمم المتحدة أو غيره من الطرق، ونحن نضع مع أشقائنا العرب كل وسائلنا، سواء بواسطة مؤتمرات القمة أو بواسطة التنسيق الثنائي المباشر،
ونحن نتعاون مع كل قوى الشعبية العربية من أجل المقاومة المسلحة للعدو وكافة أشكال المقاومة الأخرى، ونحن نفتح عقولنا وقلوبنا للعالم كله من نفس المنطق الذي حكم نضالنا الطويل، وهو أننا نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا. نحن نفعل ذلك كله عن تقدير واع لنتائجه الواقعة والمحتملة، لكننا بعده يجب أن نكون مستعدين للمعركة مهما كلفتنا، وحتى إذا وقفنا فيها وحدنا. إن الأرض أرضنا، والحق حقنا، والمصير مصيرنا، ولا نستطيع أمام أنفسنا وأمام أمتنا العربية وأمام الأجيال القادمة من أبنائنا وأحفادنا إلى الأبد أن نتردد أو نتخاذل أو نوزع التبعات على الآخرين، مهما اقتضانا ذلك من التكاليف على مواردنا وعلى أعصابنا وعلى أرواحنا. هذا هو الجانب الأول من برنامج عملنا، ولا أظنه بيننا موضع خلاف، ذلك لأن الخيار فيه هو النصر أو الهزيمة، الشرف أو العار، الحياة أو الموت، وليس هناك خيار حقيقي في ذلك كله، لأن القرار حتمي، وهو أننا نختار النصر ونختار الشرف ونختار الحياة. أيها الإخوة المواطنون، أنتقل الآن إلى الجانب الآخر من برنامج عملنا المقترح، وهو تعبئة كل جماهيرنا بما لها من طاقات وإمكانيات من أجل واجبات التحرير والنصر، ومن أجل آمال ما بعد التحرير والنصر. وفي هذا الصدد فإني أطرح النقطة التالية. 1- إنه من الضروري والحيوي حشد كل القوى الشعبية وبوسيلة الباطية وعلى أساسها وراء أهداف نضالنا القريبة والبعيدة، أي وراء واجب المعركة، وراء أمل إتمام بناء المجتمع الاشتراكي الذي حققنا منه كثيرا وينبغي أن نحقق منه أكثر. 2- إن صيغة الاتحاد الاشتراكي هي أكثر الصيغ ملائمة لحشد القوى الشعبية بوسيلة الديمقراطية وعلى أساسها، وهي تجسيد حي وصحي لمعنى أن تكون الثورة للشعب وبالشعب. ثم إنها الضمان بعد ذلك لتجنب دموية الصراع الطبقي ولكفالة فتح أسرع الطرق وأكثرها أمانا إلى التقدم. والاتحاد الاشتراكي كما تذكرون وفقا للميثاق هو واجهة عريضة تضم تحالف قوى الشعب العاملة كلها، ثم تنظيم سياسي يقوم وسطها من الطلائع القادرة على قيادة التفاعل السياسي نحو هدف تذويب الفوارق بين الطبقات. ولم تكن المشاكل التي عاناها الاتحاد الاشتراكي ترجع إلى قصور أو عيوب في صيغته العامة، وإنما كانت أسباب القصور والعيوب ترجع إلى التطبيق. وأول هذه الأسباب هو أن عملية إقامة الاتحاد الاشتراكي لم تبنى على الانتخاب الحر من القاعدة إلى القمة. 3- إن علينا الآن أن نعيد بناء الاتحاد الاشتراكي عن طريق الانتخاب من القاعدة إلى القمة،
أي من اللجان التأسيسية في القرية والحي والمصنع والوحدة إلى المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي وإلى لجنته المركزية وإلى اللجنة التنفيذية العليا. وتذكرون أنني كنت قد أشرت في خطابي يوم 23 يوليو الماضي إلى تكوين اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي، وكان التصور في ذلك الوقت أن تكون بالتعيين، ولقد أجلت ذلك خلافا لما قلت ووعدت به عن اقتناع بأن أسلوب التعيين ليس أفضل الأساليب، وأن التعيين في النهاية قد لا يعطينا إلا ما تفرزه مراكز القوى أو ما تقدمه المجموعات المختلفة والشلل، وليس ذلك هو المرجو، وليس هو ما يحقق لنا الهدف من الدور الذي كنا نطلبه للجنة المركزية. إن طريق الانتخاب سوف يعطينا الحل الأوفق أن يتم بناء الاتحاد الاشتراكي بالإرادة الشعبية وحدها، وأن تقوم قوى الشعب العاملة باختيار قياداتها المعبرة عنها والمستوعبة لآمالها الثورية، ثم تدفعها إلى مواقع القيادة السياسية. أيها الإخوة المواطنون، من هذه النقط الثلاث فإني أقترح البرنامج التنفيذي التالي: 1- تجري الانتخابات للوحدات التأسيسية للاتحاد الاشتراكي العربي، وتتدرج الانتخابات حتى تصل إلى المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي الذي ينتخب بدوره اللجنة المركزية التي تنتخب بدورها رئاستها، وهي اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي. 2- يظل المؤتمر القومي المنتخب للاتحاد الاشتراكي العربي قائما إلى بعد إزالة آثار العدوان، ويعقد دورة عامة بكامل هيئته مرة كل 3 شهور لكي يتابع مراحل النضال ويوجهها ويصدر في شأنها ما يرى. 3- تظل اللجنة المركزية المنتخبة من المؤتمر القومي في حالة انعقاد دائم، وتقوم لجانها السياسية والعسكري والاقتصادي والاجتماعي برسم سياسات العمل في جميع المجالات استهدافا لتحقيق النصر وإعادة البناء الداخلي. 4- إن مجلس الأمة الحالي قد قارب على استيفاء مدته الدستورية، وهو لم يفرغ بعد من المهمة الأساسية التي أوكلت إليه، وهي وضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة. وإذا كان المجلس لم يتمكن من أداء هذه المهمة، فينبغي للإنصاف أن نذكر له دوره الكبير وما قام به من عمل يستحق التقدير. والمؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العربي، وهو أعلى سلطة ممثلة لتحالف قوى الشعب العاملة، قد يرى أن يقوم بنفسه بعملية وضع مشروع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة، وقد يرى في الأمر رأيا آخر. ومهما يكن، فإنه من المهم أن يكون مشروع الدستور الدائم معدا
بحيث يمكن فور انتهاء عملية إزالة آثار العدوان أن يطرح للاستفتاء الشعبي العام، وأن تتلوه مباشرة انتخابات لمجلس أمة جديد على أساس الدستور الدائم، وانتخابات لرئاسة الجمهورية. 5. إن اللجنة المركزية للمؤتمر القومي سوف يكون عليها غير واجباتها المحددة في قانون الاتحاد الاشتراكي، وغير مسؤوليات الظروف الخاصة للنضال الوطني في مرحلته الحاضرة، عدة مهام من إضافية هي: بناء التنظيم السياسي لطلائع الاتحاد الاشتراكي، وتحديد مهام العمل الوطني للمرحلة الجديدة والتنسيق بينها، ثم المشاركة في وضع الخطوط العريضة للدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة. أيها الإخوة المواطنون، لكي يكون هناك ضوء كاف على طريقنا، فإنني أريد من الآن أن أضع أمامكم تصوري لبعض المهام الرئيسية في المرحلة القادمة من نضالنا. 1. تأكيد وتثبيت دور قوى الشعب العاملة وتحالفها وقياداتها في تحقيق سيطرتها بالديمقراطية على العمل الوطني في كافة مجالاته. 2. تدعيم عملية بناء الدولة الحديثة في مصر. والدولة الحديثة لا تقوم بعد الديمقراطية إلا استنادا على العلم والتكنولوجيا، ولذلك فإنه من المحتم إنشاء المجالس المتخصصة على المستوى القومي سياسيا وفنيا لكي تساعد على الحكم، وإلى جانب مجلس الدفاع القومي فإنه لا بد من مجلس اقتصادي قومي يضم شعبا للصناعة والزراعة والمال والعلوم والتكنولوجيا، ولا بد من مجلس اجتماعي قومي يضم شعبا للتعليم والصحة وغيرها مما يتصل بالخدمات المختلفة، ولا بد أيضا من مجلس ثقافي قومي يضم شعبا للفنون وللآداب وللإعلام. 3. إعطاء التنمية الشاملة دفعة أكبر في الصناعة والزراعة لتحقيق رفع مستوى الإنتاج والعمالة الكاملة، مع الضغط على أهمية إدارة المشروعات العامة إدارة اقتصادية وعلمية. 4. العمل على تدعيم القيم الروحية والخلقية والاهتمام بالشباب وإتاحة الفرصة أمامه للتجربة. 5. إطلاق القوى الخلاقة للحركة النقابية، سواء في نقابات العمال أو نقابات المهنيين. 6. تعميق التلاحم بين جماهير الشعب وبين القوات المسلحة. 7. توجيه جهد مركز نحو عمليات البحث عن البترول لما أكدته الشواهد العملية من احتمالات بترولية واسعة في مصر، ولما يستطيع البترول أن يعطيه لجهد التنمية الشاملة من إمكانيات ضخمة. 8. توفير الحافز الفردي تكريما لقيمة العمل من ناحية، واحتفاظا للوطن بطاقاته البشرية القادرة
وإفساح فرصة الأمل أمامها. 9 تحقيق وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 10 ضمان حماية الثورة في ظل سيادة القانون، ولعله يكون مناسبا أن تقوم اللجنة المركزية بتشكيل لجنة خاصة، ويكون لهذه اللجنة حق نظر كل الإجراءات التي ترى السلطة اتخاذها لدواعي الأمن الوطني في الظروف الراهنة. أيها المواطنون، طلبا لمزيد من الضوء والوضوح، أمد البصر أيضا إلى بعض الخطوط العامة التي يجب في تقديري أن يتضمنها الدستور، لكي تكون من الآن تحت سمعنا وبصرنا دليلا ومرشدا. إن الدستور الجديد يجب أن يكون حقيقة عملية وسياسية تعيش في واقعنا وتنبع منه، ولهذا فإني أقترح من الآن أن تتضمن مواد الدستور الخطوط الأساسية العامة التالية: 1 أن ينص الدستور على تحقيق وتأكيد الانتماء المصري إلى الأمة العربية تاريخيا ونضاليا ومصيريا وحدة عضوية فوق أي فرض وبعد أي مرحلة. 2 أن ينص الدستور على حماية كل المكتسبات الاشتراكية وتدعيمها بما في ذلك النسبة المقررة بالميثاق للفلاحين والعمال في كل المجالس الشعبية المنتخبة، واشتراك العمال في إدارة المشروعات وأرباحها، وحقوق التعليم المجاني، والتأمينات الصحية والاجتماعية، وتحرير المرأة، وحماية حقوق الأمومة والطفولة والأسرة. 3 أن ينص الدستور على الصلة الوثيقة بين الحرية الاجتماعية والحرية السياسية، وأن تتوفر كل الضمانات للحرية الشخصية والأمن بالنسبة لجميع المواطنين في كل الظروف، وأن تتوفر أيضا كل الضمانات لحرية التفكير والتعبير والنشر والرأي والبحث العلمي والصحافة. 4 أن ينص الدستور على قيام الدولة العصرية وإدارتها، لأن الدولة العصرية لم تعد مسألة فرض، ولم تعد بالتنظيم السياسي وحده، وإنما أصبح للعلوم والتكنولوجيا دورها الحيوي، ولهذا فإنه يجب أن يكون واضحا أن رئيس الجمهورية يباشر مسؤولية الحكم بواسطة الوزراء وبواسطة المجالس المتخصصة التي تضم خلاصة الكفاءة والتجربة الوطنية بما يحقق إدارة الحكومة عن طريق التخصص واللامركزية. 5 أن ينص الدستور على تحديد واضح لمؤسسات الدولة واختصاصاتها بما في ذلك رئيس الدولة والهيئة التنفيذية، ومن المرغوب فيه أن تتأكد سلطة مجلس الأمة باعتباره الهيئة التي تتولى الوظيفة التشريعية
والرقابة على أعمال الحكومة والمشاركة في وضع ومتابعة الخطة العامة للبناء السياسي وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كذلك فإن من المرغوب فيه إفساح الفرصة لوسائل الرقابة البرلمانية والشعبية لتحقيق حسن الأداء وكفالة أمانته. 6. أن ينصف الدستور على تأكيد أهمية العمل باعتباره المعيار الوحيد للقيمة الإنسانية. 7. أن ينصف الدستور على ضمانات حماية الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة وحدود كل منها ودوره الاجتماعي. 8. أن ينصف الدستور على حصانة القضاء وأن يكفل حق التقاضي ولا ينص في أي إجراء للسلطة على عدم جواز الطعن فيه أمام القضاء، ذلك أن القضاء هو الميزان الذي يحقق العدل ويعطي لكل ذي حق حقه ويرد أي اعتداء على الحقوق أو الحريات. 9. أن ينصف الدستور على إنشاء محكمة دستورية عليا يكون لها الحق في تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع الميثاق ومع الدستور. 10. أن ينصف الدستور على حد زمني معين لتولي الوظائف السياسية التنفيذية الكبرى، وذلك ضمانا للتجدد وللتجديد باستمرار. أيها الإخوة المواطنون، لقد قصدت أن أتناول أكبر قدر ممكن مسائل وتفاصيلها ليكون برنامج العمل الذي تمسك به أيدينا في المرحلة القادمة قادرا على الوفاء وعلى التحقيق. وبعد ذلك فإني أرى طرح هذا البرنامج الذي أقترح أن نسميه اختصارا بتاريخ هذا اليوم 30 مارس للاستفتاء العام وبطرح برنامج 30 مارس سنة 1968 للاستفتاء العام، فإني أقصد بذلك أن يكون واضحا لنا جميعا ما نريد، وأن يكون موضع اتفاقنا. كذلك أريده أن يكون واضحا أمام أمتنا العربية ومدعاة لثقتها في وحدة النضال واستمراره، وأريده أيضا أن يكون واضحا أمام الصديق وأمام العدو على حد سواء، وموضع اعتبار كل الذين يقفون معنا وكل الذين يقفون ضدنا. إن الدستور المؤقت الصادر سنة 1964 يعطي لرئيس الجمهورية حق أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة المتصلة بمصالح البلاد العليا، وذلك وفقا للمادة 129 منه. وإذا كان هناك من يتصور صعوبة الاستفتاء العام في مثل الظروف التي نعيش فيها، فإننا نرى أن ذلك وقته
وظروف المعركة ليست حائلا دونه، بل إننا نراه ضرورة من ضرورات المعركة. إن المعركة ليست معركة فرض، وليست معركة جيش، وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها، وهي في نفس الوقت معركة حياة أو موت. إن قوى الشعب العاملة هي وحدها التي تستطيع توفير كل ضرورات النصر وحشد كل الطاقات اللازمة لتحقيقه، وإعطاء أكبر قدر من إرادة الصمود لجبهة ميدان القتال. إن أي نظام ثوري يستند على الجماهير وحدها لا يكفيه أن يكون الشعب وراءه راضيا ومؤيدا، وإنما هو يحتاج إلى أكثر من ذلك، يحتاج إلى أن يكون الشعب أمامه موجها وقائدا. أيها الإخوة المواطنون، إذا كان هذا البرنامج تمثيلا صحيحا لأفكار جميعا، فإنني أرى الخطوات التنفيذية التالية: 1- أن يجري الاستفتاء العام على برنامج 30 مارس سنة 1968 في يوم الخميس 2 مايو سنة 1968. 2- بعد ظهور نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت النتيجة بنعم، فسوف أصدر قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على انتخابات المؤتمر القومي، ويحق لها أن تنضم إلى عضويته العاملة بعد انتهاء عملية انتخابات المؤتمر. 3- على هذا الأساس، فإنه يمكن للمؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العربي أن يجتمع يوم الثلاثاء 23 يوليو سنة 1968، ويعقد دورة افتتاحية ينتخب في نهايتها لجنته المركزية. أيها الإخوة المواطنون، إن سجل نضالنا يشهد لشعبنا إن الشعب الذي غير بكفاحه خريطة الشرق الأوسط وأزال من فوقها سيطرة الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة، وتصدى في وسطها لمحاولات الاستعمار الجديد، وتحمل تبعات الوحدة العربية سلما وحربا، وفجر عصر الثورة الاجتماعية، وبنى أعظم السدود، وقهر الصحراء، وأقام أول قاعدة عربية للصناعة المتقدمة. هذا الشعب يملك المقدرة ويملك التجربة لتجاوز هزيمة عارضة في تاريخه وتاريخ أمته. إننا سوف نحقق كما حققنا، وسوف ننتصر كما انتصرنا. ولتعلو إرادة الحق فوق كل إرادة.